مرحبا برج السرطان. برج السرطان الشريك يراك أن أنت في فترة الانفصال، هو يرى أن اختار الخيار الصحيح، زين، ووجهة نظره في الموضوع كانت صحيحة. إذا كان هو الذي اختار أن ينهي العلاقة وكانت بينكم إعجاب قديم، حب قديم، ولكن هو اختار أن ينهيها لأن كأنما العلاقة ما قاعدة تروح مكان، لا تملك مستقبل، ثلاثة سيوف، هذه هي الحقيقة المرة، ولكن في نهاية اليوم بالنسبة له هذه هي الحقيقة، أن مهما كان في مشاعر وأكواب بينكم وحب وإعجاب، عدم وجود مستقبل للعلاقة من وجهة نظرة، كأنما أنت تتعامل مع برج هوائي هني، وأيضا ممكن يكون برج ترابي، لأن الأبراج الترابية يستخدمون طاقة التحليل خصوصا العذراء والجدي. عندك شخص حلل ونظر إليك أن أنت أفضل حالا من أن تبقى في علاقة بدون مستقبل، أو علاقة ما راح تروح المكان اللي أنت أمله يا برج السرطان. فشنو سوى هني؟ انهدم عندك البرج، انتهت العلاقة. هو يراك الحين خفيف بدون أشياء تربطك في الماضي، كأنما هني هو الموضوع أن أنت كما الطير اللي هو فتح باب القفص وسمح لك أن تحلق عاليا، أنت عندك البداية الجديدة، ولكن بدايتك الجديدة كأنما ما راح تكون معه أو راح تكون بعيدة عنه. يتطلع إليك لحد الآن في مشاعر، نعم، ولكن هذا الشخص يتمنى أن يسيطر عليها. يراك أنت أنك خفيف، يحسدك على حريتك. عندما سقط البرج أنت تحررت يا برج السرطان، فأنت هنا حصلت على حريتك. هذا النوع من الحرية لا يمتلكها هذا الشخص، كأنما هنا عند الكثير من الأمور اللي تلزمه هو، كأنما عندما سقط البرج لحد الآن ملتزم أن يعيش مع الوضع الحالي في حياته. ممكن وضع يكون في ديون، وضع فيه لحد الآن أهداف ما حققها، ولكن هو غير قادر على المضي قدما. يحسدك على أن الانفصال اللي بينكم خلاك أنت خفيف تستطيع أن تتحرك بدونه. عندك كامل الحرية، يراك كأنك الشخص العزابي أو الشخص الحر اللي يقدر يسوي أي شيء يرغب فيه، يقدر يخاطر، يقدر يجرب، يقدر يبقى، عندك كامل الخيارات. هو يراك بهذا الشكل. اللي بعده خلنا نشوف ما هي خطوته القادمة، بما أنه هو حدد أن العلاقة ما قاعدة تروح لأي اتجاه معين أو ما لها مستقبل. خلنا نشوف. خطوته القادمة أن يمتنع عنك، يمتنع، وإن كانت في منك مبادرات هو سيمتنع، لأن أتته فكرة، أوكي، أو يفكر تفكير معين، تفكيره يخص الأموال، ما يستطيع تقديمه لك. عندنا ملك السيوف تحتها ملكة الأرض، قلت لك ممكن أنك تتعامل مع أيضا برج ترابي، الاستقرار، يرغب في أن يعطيك الاستقرار، نعم، يرغب بأن يكون في تواصل بينكم، نعم، ولكن خطوة القادمة، هذا هو كرت البخيل. خطوة القادمة إنه ما راح يكون في أي تطور فعلي في العلاقة عشان هو يستطيع أن يستجمع قواه، يستجمع أمواله، يؤسس نفسه. كرت أربعة الخماسيات، إحنا ما نملك بما فيه الكفاية، ونحس أن ما نملك الكفاية عشان كذي ما نعطي الآخرين. يريد أن يصل من أربع الخماسيات إلى ملك الأرض، سوري، ملكة الأرض. الملكة هي الطاقة أو الأم الأرض اللي مستعدة تعطينا كل ما نرغب فيه، تبدلنا على نفسها. هذه الملكة سخية جدا في العطاء، حتى أكثر من الملوك اللي يملكون أكثر منها. فكأنما هو مبيت النية، أو عنده رغبة، أمنية، بصيص أمل أن يوم من الأيام يستطيع يعطيك اللي حاليا هو لا يستطيع أن يعطيك إياه، شيء متعلق بتأسيسه لنفسه وبالأمور المادية.
وإن كان هذه هي الحقيقة المؤلمة، ولكن هذا الشخص تقبلها. زين، فخطوته القادمة أن يسمح لك بأن تستقر في حياتك أنت أيضا. هو عنده 4 الخماسيات، أنت عندك 4 الأغصان. هو يراك أن أنت عندك أساس جدا ممتاز يحسدك عليه، عندك أساس في حياتك، عندك وجهة، عندك شيء قوي تستطيع تبني عليه برج آخر غير البرج اللي انهدم بينكم، غير العلاقة. كأنما أنت أيضا لديك الخيارات في هاي الوضع. إنزين، وخطوته القادمة أنه راح يكون يحوم حولك ويتواصل، فإن كان هني ما قادر يعطيك اللي تبيه في العلاقة والارتباط، ولكن راح يظل يتواصل أو يحوم حولك أو يتابعك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق التلفون، عن طريق يشاهدك من بعيد، يسمع أخبار عنك، يسأل أحد عنك، طاقة اللي من بعيد. إنزين، هذه هي خطوة القادمة، وراح يركز جدا في تحقيق نفسه ماليا. خلنا نشوف ما الذي يخفيه الحبيب. ثلاث الخماسيات، لديه مشروع شراكة قريب، ولكن راح يتطلب منه الوضع، أو هاي الشراكة راح تتطلب منه أنه يغير جدا في شخصيته. هني شخصيته أشوفها ناضجة مستقرة ما بين ملك السيوف وملكة الأرض. راح يضطر أنه يقوم بأمور هو بالعادة مو مرتاح أنه يسويها، مثلا يكون مرح أكثر، يضحك أكثر، يختلط بالناس أكثر من طبيعته أو أكثر مما يرغب فيه، كأنما هو فقط يرغب أن يكون مع شخص واحد معك مثلا. ولكن هني طبيعته في العمل المقبلة وفي شراكات المقبلة أنه راح يضطر يكون جدا منفتح على الآخرين. راح يحصل على المال، هذا هو الجزء المضحك، راح يحصل على المال وتبتدي شراكاته جدا أن تثمر، ولكن راح يحس أنه خسرك. 6 السيوف، ويحس أيضا أنه هو عندما يؤسس نفسه راح يكون جدا تأخر. هذا هو ما يخفي، يخفي أنه عنده نية بأن يعمل على شراكة جديدة، عنده فكرة جديدة يحتاج كل الطاقة كل الجهد أنه يركز فيها، هو وشخصين آخرين. أوكي، ولكن تأكد أنه هو في الفترة القادمة ما رح يستطيع أن يأتي تجاهك ويعرض عليك ارتباط، لأن إذا هو في مرحلة نضوجه كملك ما استطاع أن يعرض عليك شيء ثابت عملي، ما رح يستطيع وهو في مرحلة الفارس، مرحلة التنقل من زهرة إلى زهرة، من كاستمر إلى كاستمر، من عميل إلى عميل، من عمل إلى عمل أيضا، هاي التنقل الكثير في العمل. فكأنما راح يخسر جزء من نفسه، راح يحصل على الأموال بعد فترة، ولكن راح يخسر الحب، فرص الحب راح تبتدي تتلاشى. وإن كان لديه الكثير من الفرص في السابق، راح يبتدون الأشخاص يتباعدون عنه، راح يجد نفسه وحيدا، راح يحصل على النصر المادي، النصر في محيط العمل في المشروع، كل الأنظار تطلع إليه. نعم، هذا هو اللي مخبي عنك، الشراكة نفسها. ويحس أنه إذا رجع لك أو إذا هو صار جاهز أنه يأتي ويعرض عليك شيء جاد، رح يكون الوقت تأخر، لأن أنت أصلا أسست نفسك أو بغير حاجة إليه. هو خايف أيضا من أنه يتأخر، لأن أنت ما راح تكون تستقبله مثلا بذراع الود بعد ما يرجع، وأخذ وقت طويل، لأن لا تنسى هني تونا في مرحلة الثلاثة، لما نوصل مرحلة العشرة وبعدها مرحلة الفارس الملكة والملك يأخذ وقت طويل. أوكي، هذا هو شريكك، وهذا هو ما يخبي رغبته وأولويته بأن يعمل على وضعه المالي والمادي. اللي بعده، ملك الأكواب،
وأيضا 9 الخماسيات طاقة الأميرة العزباء. اللي قادم في طريقك يا برج السرطان هو شخص أحسه خرج من علاقة طويلة استنزفت منه الكثير من الوقت والطاقة والأموال. ممكن أنه كان خاطب في السابق، متزوج في السابق، أو في علاقة جادة قبل أن يدخل حياتك. هذه العلاقة جدا أخذت الكثير الكثير حتى من تحمله النفسي ومن عاطفته ومن نفسيته، تأثرت عليه كثيرا لأنه صار في عنده خذلان. ولكن هو في مرحلة يحاول أن يستجمع قواه، يحاول أن يظهر الجانب القوي، ولكن هذه هي حقيقته. حقيقة أن شخص يحس بالضعف أو تملل من الانتظار. إنزين، إذا كان متزوج قبلك فاحتمال أن عنده 3 أبناء أو ابن واحد على الأقل. هذا الشخص أشوفه أكبر منك في السن، ممكن بسنوات قليلة أو حتى 7 سنوات. إنزين، ملتحي ودائما ساكت، دائما ما يعبر. يعني احتمال انه برج ترابي، الابراج الترابية مو كثيرين الكلام. شخص دائما ساكت. عندنا طاقة برج الاسد والابراج الترابية هني، ثور، جدي، وعذراء. هذا الشخص ما يعبر عن نفسه ومشاعره بطريقة واضحة، يتقرب بهدوء شوي شوي، وحبة حبة تشوف انه ابتدى يدخل حياتك من دون ان تدرك. اشوفك هني انت يا برج السرطان كأنما في اوج استمتاعك في حياتك العزباء، في حياة الرخاء، حصلت على الوظيفة، الشهادة، الاموال، ابتدت امورك حتى المالية انت الخاصة تتحسن. عندما تبتدي الامور تتحسن في حياتك رح يدخل هذا الشخص. اشوف جدا واضحة عنده طاقة انه هذا الشخص سبق له الزواج، وإن كان حاليا يعني معجب فيك ويريد أن يتقدم لك، ولكن لحد الآن عنده أمور عالقة من الماضي ما تعالج منها. زين، ولكن في نفس الوقت هذا شخص جدا يعتمد عليه، شخص ما أشوف إنه رياضي، ما يحب الرياضة، أوكي، يحب الأفلام والأغاني، هذا هو طبعه. شكليا طوله متوسط، ملتحي، اوكي، ما يهتم كثيرا بشكله، او خلينا نقول مو جدا شاطر في اللبس. اللبس هي ليست نقطة قوته، نقطة قوتك انت يا برج السرطان، ليست نقطة قوته. هو من النوع اللي يلبس اي ملابس عملية ويخرج لانه لا يهتم بالمظاهر. انزين، احتمال ايضا ان في اسمه او لقبه او حتى لقب عائلته حرف الحاء. هذه هي اطباعه وهذه هي مواصفاته الشكليه. خلينا نشوف كيف تتعامل معه. كانما هذا الشخص اشوفه يدخل في حياتك للمدى الطويل، مو من اجل فتره وينسحب، لانه هو بطبيعته انسان جاد عملي، يقول ما يفعل ويعني ما يقول. اوكي، خلنا نشوف كيف تتعامل معه. عشرة الأكواب، عطى الثقة. هذا الإنسان محتاج شخص يثق فيه، يثق بقدراته أكثر ما يخوفه. ممكن أنت برج السرطان أوقات تكون متخوف من الأشخاص، من الظروف. هذا يحتاج إنسان واثق يثق فيه، وأيضا عنده ثقة في الحياة بشكل عام. النجمة، يساعد على التشافي، كأنما يذكر بجانب الأمل في الحياة، التفاؤل في الحياة، كأنما عنده هذا الشخص شوي طاقة سوداوية. كرت الإبن، احتمال جدا كبير أنه سيحصل حمل قريب، يعني بعد الارتباط بفترة بسيطة راح يحصل حمل سريع. والخماسي الصغير، أميرة الخماسيات، الكثير من الطاقة الأرضية، وأيضا هذا كارت الشمس، كارت برج الأسد مرة أخرى، وملكة الأكواب.
راح اقول لك كيف تتعامل معه. اول شيء انت تتعامل مع شخص ما يعبر عن مشاعره، انت اللي لازم يا برج السرطان تكون دائما في العلاقه اللي تبادر بالخصوصا بالمشاعر. هذا الشخص بما انه طبيعته ترابيه او طاقته ترابيه دائما راح يكون يعبر عن حبه واهتمامه ومشاعره بالامور الماديه المحسوسه، بشراء الامور، بتقضيه الحوائج، بانه يقوم بمسؤولياته، يساعدك، يكون موجود عندما تحتاجه وعندما تمرض. انت اللي لازم تستفز في هاي الملك طاقه الحب، طاقة المشاعر، طاقة الرومانسية. أنت لازم اللي تمثل هذا الجانب، أوكي، في الديناميكية بينكم. ودائما عندك أنت كارت الدعوة، دائما أنت اللي لازم تدعو، يعني لا تنتظره هو يدعوك، بما أنه هو خارج من مرحلة خذلان، أوكي، أو مرحلة خسر فيها الكثير. أنت اللي لازم دائما تدعو لتقضية وقت خاص للقيام بأمور تجمعكم بعض. خلنا نخرج، خلنا نتفسح، خلنا نزور الأهل. دائما المبادرات الإيجابية أو دعوات العشاء، دعواتك، اتصالك، رسائلك، تواصلك، أنت احرص أن دائما يكون بحب ويبدر منك. لا تنتظر، لا تكون كما الأميرة العزباء اللي هي تحس أن ملكت كل شيء فتنتظر دائما أن الطرف الثاني هو اللي يبادر. افهم طبيعته عشان تعرف تستخدم هاي العلاقة من أجل مصلحتك أنت، أوكي؟ عشر الأكواب. عشر الأكواب هني مثل ما قلت لك يعني لهذا الجانب من الملك ومن الملكة. الملك هو اللي يوفر الحاجات الأساسية، الملكة هي اللي تأخذ الحاجات الأساسية تحولها إلى كمال. هو اللي يوفر الأموال، هي اللي توفر الحب. كل شخص يمثل جانب، افهم الديناميكية بينكم، انه هو يمثل الجانب العملي، انت تمثل جانب الرومانسية والهدوء داخل المنزل في العلاقة بينكم مستقبلا. مع بعض تستطيعون تحقيق الكمال. عشرة الأكواب هي مرحلة الكمال والاستقرار في المنزل، في الحب، في علاقتنا مع بعض. ولكن العشرة ما نصل إليه بجهود شخصية. التسعة نصل إليه بجهود شخصية، العشرة هي جهود شخصين مع بعض. لا تطالبه بما لا يستطيع أن يعمله، مثلا أنه دائما يعبر لك عن مشاعره أو يتصل أو كذا أو كذا. إذا عندك مشكلة أنت اتصل، إذا أنت اشتقت له أنت اتصل، أنت بادر. الكمال راح تصلون فيه إن شاء الله مع بعض. وأيضا حاول أن سريعا تبعد عن الماضي أو تنسي الماضي، تدخله في طاقة جديدة من طاقة الخذلان إلى طاقة النجمة، طاقة الأمل. الأمل راح يكون أشوف هني النصيحة لك ولا بعد الارتباط إذا حدث الزواج بينكم، أنه يصير حمل سريع. الحمل السريع هو اللي راح يمثل لك ولا البداية الجديدة، هو الخطوة اللي راح تساعده أن يتعافى، يتشافى من الماضي، وأنت أيضا. وكيف أسرع إذا كنتوا شو اسمه إذا تزوجت، سرعوا في عملية الإنجاب. هذه هي النصيحة لك، أوكي؟ الأرامل أيضا يعتبرون جزء من قراءة العزاب ترى، خصوصا إذا كانوا ينتظرون شخص جديد يدخل في حياتهم. آخر جزء هي قراءة المرتبطين. خلينا نشوف. كيف يراك الشريك؟ الإمبراطورة، ملكة الأرض، ملك الأرض، أوكي، البداية الجديدة، الخماسي الأول، أفضل الخماسيات، و ثمان السيوف. شريكك يحبك يا برج السرطان، ويشوفك ان انت الشخص المثالي من اجله، هو مقتنع فيك 100%. وان كنت اوقات معينة تحس او تفكر عكس هذا الشيء، هذه مجرد اوهام. ثمان السيوف، احنا نكون عالقين بين سيوف، ولكن بسبب افكارنا الخاصة وفكارنا
اختيارنا الخاص. حقيقة هذا الشخص يراك أن أنت علاقتكم جدا نموذجية، لا يرغب بأي تغيير سوى تغيير واحد. خروج الإمبراطورة، الإمبراطورة هي دائما الأم، وأيضا تمثل جانب آخر، تمثل العطاء الكبير، العطاء اللي يزيد عن حده. الملك والملكة متكافئين مع بعض، يكملون بعض، ولكن الإمبراطورة عطائها جدا كبير لدرجة أنه ممكن يزيد عن حده. احتمال يا برج السرطان أنه هو يرى أن أمك أو أختك أو حتى أمه أو أخته، في امرأة طاقتها جدا قوية في القراءة، تمثل طاقة الأم، كثيرة التدخل في علاقتكم. احتمال هي من جانبك أنت، لأنها هي صايرة ورائك أنت. هو يرغب في إعطائك البداية الجديدة، يدعوك إلى مثلا، شوف شريكك يريد أن يقوم بتغييرات إيجابية مع بعض معك، تنتقلون إلى منزل جديد، تشترون منزل جديد، تسافرون، تنجبون ابن أكثر، سوري، تنجبون ابن زيادة. يرغب ببداية جدا جديدة معك، ولكن يرغب أن تكون منفصلة بينك وبينه فقط. هو يحس أنه دائما في تدخل من جانبك أنت، ممكن تكون صديقة من جانبك، صديق، أخ، سوري، أخت أو أم، ولكن هذه الامرأة دائما هي اللي تحفزك أنت، لها سيطرة عليك، أو لها دائما أن تسمع كلامها، وإن كانت نيتها طيبة فهي في النهاية الأم والأخت، ولكن كأنما وجودها هني قاعد يسوي عائق بينك وبين الشريك، ما يستطيع أن يعبر عن كل مشاعره، كل رغباته، ويقوم بكل التغييرات الإيجابية اللي يرغب في إعطائك إياها بسبب وجود الإمبراطور. وإن كان مثلا هني يريد أن يعطيك جزء أو مبلغ مالي، ولكن هو في النهاية يفكر أن الإمبراطورة اللي وراك هي اللي راح تتحكم في الأمور أو تشور عليك. وممكن أيضا العكس، أنت اللي ترغب بأن تكون علاقتك متفردة مع الشريك، والشريك دائما وراء أمه أو أخته أو صديقة أو عمة أو خالة، كثيرة التدخل بينكم، ولكن هو يراك أن أنت الشخص المثالي له، لأن عندنا ملك وملكة من نفس العنصر. خلنا نشوف ما هي نقاط قوتك في العلاقة. المرتبطين طبعا مثل ما قلت لكم ممكن يكونون المتزوجين اللي في علاقة، وحتى أيضا اللي في خطوبة. ما هي نقاط قوتك؟ أميرة الأكواب، الكوب الصغير، العاشقين. فارس التغيير، قلت لك شريكك يرغب في التغيير، البداية الجديدة، الغصن الأول تحت الخماس الأول، بداية جدا موفقة بانتظارك، ولكن هل ستستطيع أن تتخلص من هذا الشخص اللي بينكم؟ هذا هو السؤال. ملكة النار، عندنا طاقة نارية. احتمال أنك يا برج السرطان تتعامل مع برج ترابي، والشخص اللي داخل بينكم برج ناري، برج حمل، أسد، قوس، ولكن طاقة الحمل جدا واضحة في القراءة. انزين، ما هي نقاط قوتك؟ نقاط قوتك أن أنت هو الاختيار بالنسبة له، أنت الحبيب، أنت العاشق، أو سوري، أنت المعشوق بالنسبة لشريكك. إنزين، هذه هي نقطة قوتك الأولى. النقطة الثانية أن أنت تملك قدرة أو سيطرة عليه أنت ما تدركها. أنت دائما عندك هني طاقة النار اللي تحفز، طاقة النار صايرة خلف فارس الأكواب، أنت تحفز شيء فيه، تستفز شيء فيه، تتحدى بشكل، أوكي؟ دائما هو معاك، يحس أنه ينجز أكثر، يريد أن ينتج أكثر، يريد أن يكون أفضل، يريد أن يتغير معاك. أشوفه هني دائما أنت تستفز فيه طاقة التغيير إلى الأفضل.
وأيضا أنت متحكم جيد داخل المنزل بعيد عن هذا الشخص الطرف الثالث. أنت متحكم، تعرف تمسك العصا من المنتصف مع هاي الشريك. انزين، تحب التحديات، تحب المغامرات، أنت شخص تنفذ، يعتمد عليك في العلاقة أو حتى في المنزل، تنفذ الكثير، تنجز الكثير. عندنا الملكة المستقلة، ما تنتظر دائما أن شريكك هو اللي يعطيك. هذه من نقاط قوتك. إذا أردت شيء تفعله لنفسك أو تفعله للآخرين، تبتدي تقنع فيه أيضا الشريك. هذه من نقاط قوتك. ولكن ما ننكر لحد الآن أن هني عندك أيضا نقطة ضعف في العلاقة أو في الشراكة اللي بينكم، بسبب تدخل مثل ما قلت لك هذا الشخص الطرف الثالث. وإن كان تأثيره ترى مو كبير، عندنا الكوب الصغير، ولكن راح أنبهك على شغلة. هذا الشخص تأثيره بسبب كلامه المعسول. طاقة الكوب الصغير هي دائما طاقة روميو، الشعر، الكلام الطيب يدلعك أو يدلع شريكك. هذا الشخص يعرف كيف يستقطب قلبك أو قلب حتى شريكك. من أجل ذلك أنتم تستمعون إليه، ولكن محتاجين جدا التفرد. فقط أنت وهو تكونون في قوقعة الحب، أوكي، في قوقعة الارتباط، مركزين فقط على الارتباط، العلاقة في الفترة القادمة على بعضكم يعني. أوكي، ماذا تفعل لكي تطور العلاقة أو تحافظ عليها؟ الرجل المعلق، أربعة الأكواب، الشيطان، كرت برج الجدي، الغصنين، الزاهد. أول نصيحة لك أن تنسحب، الانسحاب مو فقط جسدي، أن تنسحب حتى بالطاقة من أي أمور، أي أشخاص، أي مواقف، إنزين، أي تدخلات من أطراف خارجية لعلاقتكم. طاقة الانعزال، فقط أنا وهو، مثل ما قلت لك هني، طاقة اللي بس أنا وهو، أنا والشريك اللي نحدد اللي نقرر. طاقة أيضا الصمت، الزاهد صامت، يبحث عن النجمة في صمت. لا تتحدث كثيرا عن علاقتك مع شريكك، وتعطي الآخرين تفاصيل في الفترة القادمة. وإذا أعطيتهم تفاصيل، خل تفاصيلك غير مفهومة وغامضة. عندك كرت الشيطان، كرت الأوهام، كرت التعلقات. لازم تكسر هذه الدائرة عن طريق أن أنت وشريكك، شوف هاي الشراكة اللي بينكم، أوكي، أنت معه، أثنينكم تنفذون نفس الاستراتيجية، تتفقون على نفس الطريقة، أن اثنينكم ما تخبرون الآخرين اللي حولكم بتفاصيل انتقالكم إلى منزل جديد، حصول الشريك على مثلا زيادة في الراتب، انتقالكم إلى مدينة جديدة. حافظ على الخصوصية بينك وبين شريكك في أمور حياتكم الخاصة، حتى عن أقرب الناس لك، ولا سواء أمك سواء أمه، نفس القانون ينطبق عليهم ثنتينهم. محتاج هاي النوع من الطاقة. وأيضا محتاج، مو هني عندنا الكوب الصغير، محتاج أن ترفض الأكواب من هذا الشخص من الطرف الثالث. قلت لك كلامه معسول، قلت لك يحاول أن يفوز بقلبك وأيضا بقلب شريكك عشان يحرككم كما يريد، وإن كانت نيته طيبة. عليك أن ترفض عروضه، عرض تعالوا نخرج مع سوا، عرض تعالوا نتغدى مع بعض، عرض. أنت محتاج أن تضع حد لتدخلات هاي الطرف. من أجل ذلك عليك أن تتوقف عن أكل الطعم اللي يضع لك. كلامه معسول، دعواته ممتازة، تعالوا أكلوا معانا، تعالوا نخرج مع بعض، هاي نوع من الطاقة. أنت محتاج أن تغير طريقة تفكيرك حتى بأقرب الأشخاص إليك، وإن كانت نيتهم طيبة، ولكن لازم تعرف أن الشراكة فقط بين اثنين. هذا هو اللي محتاج تفهمه من أجل أن تطور وتحافظ على